معكم السي ابراهيم محمد، عضو اتحاد العام مقاولة المهن يجب بمدينة فاس. اليوم كنحتفلوا بالسنة الأمازيغية، كانت شوية متأخرة، ولكن الإخوان ما بغاو ما كانوا كيلحوا على أنه كانت هذه السنة الأولى اللي غادي نديروا فيها هذا النشاط هنا بمدينة فاس، وعلى ضوء ترسيم ديال اليوم الوطني الأمازيغية طرف صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله الحكومة المغربية دارت يوم وطني للأمازيغية مؤدى عنه، وهذا شرف لنا وحنا جد فخورون بهذا الإنجاز، ورسائنا أن نكرموا الإخوان تجار الصغار باش نحتفلوا جميعا بهذا الموروث الثقافي اللي هو موروث ثقافي تابع للمغاربه كاملين، وشرفونا الحضور وشرفونا بعد الفعاليات، وان شاء الله كنتمنوا انه تكون كل سنه نداوموا هذا الحفل باش ندعوا نجددوا ونخليوا هذا الموروث هذا يبقى يتوارث للاجيال للتعريف بالهويه الامازيغيه، لان هي هويه وطنيه مغربيه من الشمال المغربي الى جنوبه. وكنشكروا الحضور الكريم على هذا الحفل اللي كان في المستوى، وكنشكروا كذلك الصحافه المحليه المرئيه والسمعيه اللي ساندتنا وكتساند ديما الحضور وكتساند الفعاليات وكتساند المجتمع المدني باش يتجاوز جميع العقبات. شكرا بزاف للاخوان على هذا النشاط، كنشكروا اللجنه التنظيميه، كنشكروا لكل الداعمين لهذا الحفل، شركات وفعاليات، وكنشكر كذلك مرة أخرى الصحافة المرئية والمسموعة على هذا الدعم ديالهم. شكرا بزاف، بارك الله فيكم. مرحبا بكم مغدا، مرحبا بكم غزارنا غاسب كاساد، هاي معكم إلى تجيو سعيدة هريم المدير المهرجان غنمدينة نفاس. لأول مرة غنسكر المهرجانات غنمدينة نفاس، نرى أبدا إلي أسبقاس على أسبقاس إن شاء الله، منا أبدا إلي إن شاء الله بإذن الله أبدا إلي أسبقاس غير مدينة نفاس، أبدا تعاودني غاكور نعاود نكري الدورة عاود نتنوية ديالنا، أبدا الاتحاد العام مقاولة المهن سعادة الرئيس سي أحمد فيلان أسنتيني شكرا لمجيئك من الدار البيضاء وعن السفر هو والإخوان سي حسن قنيضيف وجميع الإخوان اللي جاوا من الدار البيضاء، شكرا جزيلا وشكرا للصحافه، ميرسي بوكو. الحمد لله احنا اول مره كدير فاس بهذا الحجم، أنا بالنسبه لي انا كشخص كعضو في الاتحاد العام راه انجاز، والحمد لله نتمنى له مازال يزيد اكثر، وان شاء الله مازال خير القدام. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.